been doing over the last quarter ourselves that we move forward with the كان من خلال الاتفاق اليوم أننا إنتاج البلدان الأوبك وغير الأوبك سيزداد ب 432 ألف برميل في اليوم ابتداء من شهر ماي. وبالنسبة لحصة الجزائر حصتنا راح توصل إلى 11 ألف برميل في اليوم ابتداء من شهر ماي، ليوصل إنتاجنا حصتنا في إنتاجنا اليومي من البترول إلى 1,013,000 برميل في اليوم. نسبة الامتثال بالنسبة للبلدان الأوبك وغير الأوبك وصلت لي حققت في شهر هذا 132%. الجزائر بنسبة امتثالها 104%.